ما في إشي اسمه منحة جامعة قطر الممولة بالكامل للماجستير والدكتوراه. أنا جاسر مصطفى وهاي جي توكس. خلينا نبلش. للي ما بعرفني، أنا جاسر مصطفى مهندس معماري موجود في دولة قطر من عام 2015، يعني تقريبا حاليا عم نحكي عن 5 سنوات. وهذه السنة أنا قررت أني أنا أدرس ماستر أو ماجستير في جامعة قطر في مجال الانجينيرينج مانجمنت. ولأني حطيت عدة فيديوهات عن هذا الموضوع على التشانل، فبلش يجيني أسئلة كثيرة عن كيف أقدم لمنحة جامعة قطر الممولة في الكامل. فأنا بتفاجأ أنه أنا كيف بدي أحكي له أنه كيف يقدم، وأنا بعرف أنه ما في منحة لجامعة قطر الممولة بالكامل. وصراحة يعني تحسني هيك شكت كثير أنه أكلنا هوا أنا قاعد أدفع هالقد في منحة. فخلينا ندور. اللي بدي أحكي لك إياه أنه أنا لما أسألهم أنت من وين عرفت أصلاً عن موضوع أنه في منحة ممولة بالكامل للماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس أو أي تخصص أساساً أو أي درجة علمية في جامعة قطر، بيحكي لي وبيجاوبني انه مثلا انا قرأت عنها في المكان الفلاني او سمعت عنها على قناة اليوتيوب الفلانية. ويوجوال هاي القنوات اليوتيوب اللي بيحكوا لي عنها بتكون هي قنوات جدا معروفة او مشهورة بانها هي بس تشتغل لحتى انها هي تعرفك كيف تقدم للمنح الانترناشنال الموجودة في اي دولة في العالم، في اي جامعة في العالم. مشكورين على المجهود طبعا، لكن لما انا اروح وافتح هاي الفيديوهات واقرأ عن هاي المعلومات اللي حكوا لي انه هم شافوها وعرفوا عنها، بعرف انه في اشي غلط او في question mark على هاي المنح اللي قاعدين بيحكوا عنها. فمثلا انا طالب في جامعة قطر وبدرس ماستر وقاعد بدفع على الساعة اكس اللي هم 2000 ريال اساسا للكريدت اور او للساعة المعتمدة. وانا اصلا بحكي لك انه ما في جامعة او ما في منحة جامعة دولة قطر اتليست يا سيدي العزيز او جامعة قطر اتليست في المرحلة الحالية او في السنة الحالية. فانت لازم تعرف انه literally ما في اشي اسمه منحة جامعة قطر للماجستير والدكتوراه. احنا لما سجلنا في جامعة قطر وتم قبولنا في جامعة قطر بعثوا لك ايميل ب 15/8 بيحكوا لك في عندك اورينتيشن داي. فدخلنا على هذا الاورينتيشن داي، واول سؤال دائما حطه في بالك بنساله كلنا لما ننقبل في الماجستير، هل في منحة من الجامعة او طريقة اقدم فيها للجامعة ان انا اخذ تمويل او اخذ خصم او اخذ منحة او اخذ مكرمة او اخذ اي شيء انت بتسميه في بلدك، لحتى ان انا اعفي حالي اما من دفع ال 2000 ريال في الساعة لانه مش مبلغ قليل او لجزء من هاي الساعة. وكانت الاجوبة من الناس المسؤولين الموجودين في جامعة قطر اللي كانوا بيعملوا لنا الاورينتيشن ديل بوجهونا اصلا كيف بدنا نتعامل مع الجامعة وشو الاشي اللي اصلا مطلوب منا، بانه ما في منحة من جامعة قطر، ما في مكرمة حاليا من جامعة قطر. عشان تكون عارف، في جامعة قطر احنا بندرس المقيمين وبندرس المواطنين، يعني المواطن القطري اللي اصله قطري بيدرس في جامعة قطر اكيد، والمقيم قاعد بيدرس كمان في جامعة قطر. وقبل الكورونا وبعد الكورونا ان شاء الله هو في اشي اصلا اسمه الطلبة الدوليين. فلو كان في منحة اساسا حتتم تقديمها من جامعة قطر، فكلنا متفقين انه الاولى بانه ياخذ هاي المنحة هو المواطن القطري، بعدين المقيم، بعدين الدولي، بعدين الشخص البعيد اللي ممكن يقدم على جامعة قطر. لكن اللي بحكي لك هي انه احنا كلنا كمقيمين ومواطنين قطريين ندفع نفس المبلغ، حتى القطري ما له خصم اساسا، يعني 2000 ريال بندفعوا 2000 ريال، واي ثينك في الدكتوراه يمكن على حسب ذاكرتي انه بدفعوا 3000 ريال في الساعة. فما في اي منحة لا لقطري ولا لمواطن ولا لخارج دولة قطر. هاد اتليست خليني احكي لك في السنة الحالية، فما تخلي حدا لا يضحك عليك ولا يقول لك انه في منحة. والمشكلة كمان الفيديوهات اللي شفتها انه لا بدخلك على ويب سايت مش هيحكي لك هاي الخطوات، الخطوة الأولى بتحط ورقك هون، الخطوة الثانية بتحط اسمك هون، الخطوة الثالثة بتحط جامعتك اللي انت درست فيها هون وهو إلى آخره، ومشيك في الموقع من A to Z. لكن اللي حطه في بالك، هذا الموقع هو الموقع نفسه اللي أنا قدمت عليه أصلا عشان أنقبل في الماجستير إن جنرال، مش منحة، مش موقع تقديم على المنح اللي هو mybanner.qu.edu.qa I think هيك اسمه الويب سايت. فما تنفلم في الأشياء اللي بيحكوا لك إياها. والمبلغ اللي بيحكي لك إنك أنت راح تدفع له 250 أو 300 ريال قطري، هو هذا أصلاً رسوم تقديم الفورم تبع الماجستير، مش رسوم التقديم على المنحة. فكل اللي عم بتشوفه من هاي المنح اللي عم بحكي لك إياها هي ممولة من جامعة قطر هو فيك، عشان كلنا نكون متفقين. وهذا الشيء بحط question mark كبيرة على التشانلز اللي عم تحكي لك أصلاً أو البلوجز اللي عم تحكي لك أصلاً عن المنح بشكل عام. ما تصدق اي حدا عم بيطلع يحكي معك. فبما انه عم بحكي لك انا هيني موجود في الجامعه وبدرس في الجامعه وموجود في دوله قطر وسالت عن هذا الموضوع،
ما في منحة، ذات مينز انه اكيد مش 100% كل المنح اللي بيحكوا لك اياها هي منح موجودة، فدير بالك من هذا الموضوع. هلا عن جامعة قطر، زي ما حكيت لك ما في منحة، لكن في اشي ثاني بيتم السماح للطلبة طبعا باللي بدهم يقدموا للماستر او للدكتوراه بانه يقدم على شيء اللي هو ما بعرف اذا اسمه تيتشر اسيستنت، بس هو مساعد تدريس يعني انت بالاخر. اللي بيصير انك انت بتقدم مع التقديم على الماستر او بعد ما يتم قبولك للماستر، او وانت اساسا طالب في جامعة دولة قطر على صفحة اصلا الوظائف المطلوبة في جامعة قطر، يعني زي كأنها وظيفة عادية مطلوبة في دولة في جامعة قطر عفوا، فبتقدم لها. هلا الناس اللي بيتم قبولهم في هذا البرنامج انك انت تكون مساعد تدريب بيتواصلوا معه وبيحكوا له تم قبولك. انا قدمت يمكن والله ما بتذكر، بس على الاغلب انا اصلا ما طلع قبول اصلا لهذا الموضوع، ما بعرف اذا قدمت له ولا لا، بس انا ما تم قبولي وما حدا تواصل معي. ولما رحنا على الاورينتيشن داي او لما حضرنا الاورينتيشن داي حكوا انه اللي تم قبولهم تم التواصل معه. هلا شو ميزاته هذا البرنامج؟ انه بيعطيك خصم 50% على الساعات، يعني ما في شيء اسمه ممول بالكامل، بيعطيك خصم 50% على التكلفه اللي انت راح تدفعها. اذا كنت اصلا تدفع 2000 في الساعه، فانت راح تدفع 1000 في الساعه المعتمده الواحده. الماستر تقريبا 36 ساعه، فانت ممكن تحسب قد ايه ممكن يكلفك. وبيعطوك راتب شهري على حسب ذاكرتي 9000 ريال قطري، و9000 ريال قطري لشخص عازب عايش جاي يدرس او موجود دولة قطر وبده يدرس مور ذان انف، بكفوك وزياده. فالمبلغ منيح ومحترم والخصم كمان منيح، فانت بتدفع من ال9000 اللي بتاخذهم تدفع لل50% اللي اصلا ضلوا عليك انك انت تدفعهم، وبتقسم فصولك على حسب المده اللي انت بتتخيل انك انت ممكن انك تغطيها ماديا، وبتدرس وامورك بتكون 100%. هل في منح ثانيه؟ طب ماشي، انت عم تحكي لنا ما في اصلا منح من جامعه دوله قطر موله في الكامل، هل في جهات ثانيه اساسا بتزود منح او بتعطي منح للماستر او للدكتوراه او للبكالوريوس؟ انا سمعت عن منحتين. المنحه الاولى اسمها جسرة، وصراحه ما بعرف هي للماستر ولا للدكتوراه وشو شروطها، ما قرات عنها. والثانيه هي منحه من الفردان، هي شركه كبيره او جهه يمكن شركات قابضه، ما بعرف شو تصنيف الفردان، بس من الفردان، وهي منحه بتغطي برضو التكاليف، بس ما بعرف شو شروطها وما قرات عنها. فانت ممكن انك انت تدور عنهم وتقرا عنهم وتشوف شو شروطهم وكيف ممكن انك انت تقدم لهم. وفي منحه بعثت لي اياها الجامعه بعد ما تم قبولي، بعثت لي اياها على الايميل اللي انا كنت بتراسل معهم منه، وصراحة مش متذكر كمان تفاصيلها، لأن أنا أصلاً وقت ما بعثت إياها كنت عامل عملية وما اطلعت عليها وما لحقت أصلاً إني أنا أقدم لها. لكن كانت هي I think إنها تمويل لمشروعك الأكاديمي اللي أنت بدك تعمل عليه الرسالة تبعتك أو مشروعك الأكاديمي أو whatever، فلازم يكون في عندك مشروع أنت بدك إياهم هم يعطوك المنحة بناءً على هدول. هم المنح اللي أنا عرفت عنهم أو اللي سمعت عنهم، ولساتني عم بدور أشوف إذا في منح ثانية أكيد، لأني أنا أصلاً واحد من الناس اللي بدي أستفيد من وجود منحة، لأني أنا أوريدي هلأ عم بدرسه. بالنسبة لي المبلغ أكيد كبير اللي قاعد بدفعه لما أكون أنا بدفع على الساعة المعتمدة 2000 ريال، يعني أنا بسجل 9 ساعات يعني بدفع 18000 ريال في الفصل الدراسي. إذا بدك تحسبها بالدولار اقسم على 3.62، وإذا بدك تحسبها بالدينار الأردني اقسم على 5.19 I think، فبيطلع معك المبلغ اللي فعلياً بدك تدفعه خلال الفصل الدراسي، طبعا غير مصاريفك المعيشية وإلى آخره. فأنا أكثر واحد بكون بدور فيكم على منح، وإن شاء الله إذا لقيت إشي راح أحكي عنه، فأنا مش كثير راح أغطي عن الموضوع لأني مش الوحيد اللي راح أقدم أساسا. فإذا لقيت منح إن شاء الله راح أخبركم عنهم بفيديوز ثانية. فإذا حاب إنك تعرف أو مهتم في الموضوع اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل وإنيبل النوتيفيكيشن بيل، واعمل أي شيء بدك إياه، ومر بالمرة على الويب سايت تبعي www.gsubai.com. هلا للناس اللي بتسألني عن موضوع الوظائف، مش كثير عم بحط هلا فيديوز على التشانل لاني صراحة مش كثير فاضي، فعم بحط البوست تبع الوظائف سواء في دولة قطر او برا دولة قطر على الجروب تبعنا اللي على الفيسبوك اللي هو جوب اوبورتيونيتيز او او بي بي من اوبورتيونيتيز، راح احط لكم اللينك تبعه واللينك تبع الويب سايت تبعي في الديسكربشن بوكس، وشوفوا الفيديوهات الثانية اللي حكيت فيها سواء عن جامعة قطر او الشغل في دولة قطر او المعيشة في دولة قطر او اي شيء بدك اياه موجود في دولة قطر. هلأ بالنسبة للقبول من خارج دولة قطر للطلب الدوليين، بس حط في بالك انه المرة الماضية عند قبول الماستر لقد تم تأجيل استخدام اي طالب دولي تم قبوله في برنامج الماستر، وذلك بسبب الكورونا. واي ثينك انها حاليا لهي السنة كمان مأجلة موضوع الاستخدام، لانه ما في فيز، ما في عندنا ability انه احنا نطلع فيز جديده. يعني انا بالشركه بدنا نجيب ناس من برا قطر، مش قادرين هلا نطلع فيز جديده لانه بنعرف بحكم الوضع العام للكورونا مش كثير الموضوع فليكسبل. بنتمنى ان شاء الله في بدايه السنه انه تتحسن الاوضاع، فما تخلي حدا يضحك عليك بهذا الموضوع. ومن هون لما اشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله بالسلامه
وسلام.